وضيفنا في هذه الحلقة أو هذا اللقاء هو الأستاذ الدكتور أستاذ الجامعي وأيضا النائب السابق والمفكر الاستراتيجي الدكتور عبد الله النفيسي. أهلا دكتور، يا حياك الله. موضوع الانتخابات الأمريكية هذا مستجد أيضا. الانتخابات الأمريكية لها أثر على وضع الكويت؟ أو جدا. شلون؟ إحنا كنا في حالة انتظار من سيفوز، بايدن ولا ترامب. ليش؟ لأن إحنا دولة تابعة للولايات المتحدة، تابعة للولايات المتحدة. أفق ماس الحمد لله. فكرة الوهابية أصلاً، الوهابية أصلاً يعني صنيع مشترك ما بين اليهودية وما بين المخابرات الإنجليزية. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military. That's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. إحنا دولة منقوصة السيادة. إحنا دولة القرار الاستراتيجي مو بيدنا، بيد أمريكا. قرار السلم والحرب بيد أمريكا، مو بيدنا. الكويت ما تقدر تعلن الحرب على أي طرف أو تنتمي إلى محور يعلن الحرب على طرف آخر إلا بإذن أمريكي. الكويت ما تقدر تزور دول إلا بإذن أمريكي. تعامل أمريكا مع الكويت بالفاكس مو بالسفير، يعني يكفي الفاكس الحين. فهمت كيف؟ إحنا دول تابعة، ولذلك هذه الانتخابات تحدد لنا كيفية تعامل أمريكا ويانا. والولايات المتحدة تتحكم فينا مثلما تقول، يقول الخاطف في الطائرة. خطير اللي حضرتك بتقوله الآن، لأنه فقدان يعني كده، يعني أنتم فقدين كل شيء كخليجيين، يعني ليس لديكم أي شيء الآن سوى أنكم رافعين الراية البيضاء بشكل أساسي. أنا أقول هذا، حتى مصائر دولكم لا تقررون شيئا فيها، وأؤكد هذا. أما كلابنا العربية فيرموننا لحما، يفعل بنا الأمريكان ما يريدون. لذلك الحلف الخليجي الأمريكي لن يعود علينا بنفع أبدا. أؤكد بأن القرار الاستراتيجي اليوم ليس بيد دول مجلس التعاون الخليجي، إنما بيد الولايات المتحدة والتحالف الغربي. يعني معنى ذلك أن كل ما يحدث من خطوات سياسية في المنطقة ليس نابعا من سيادة هذه الدول؟ بالأساس وفي الجوهر نعم، ليس نابعا من سيادة هذه الدول.